أنا آسف يا حاج، إنما مضطر أصارحك. الكهرباء اللي دخلت جسم ابنك كفيلة بإنها تشغل مصنعين مع بعض. ابنك اتكهرب في مية، يعني دخله كهرباء ومية. يعني روح أقدم له على العداد، دخله يعني إيه كهرباء ومية؟ أقعد يا حاج وأنا هفهمك كل حاجة. أقعد. دلوقتي للأسف الشديد ابنك عنده blood accumulation in the brain. يا نهار اسود، وهيفضل طول عمره في الكومبونيشن؟ يا حاج افهمني، اللي هي تجلط دموي. تجلط دموي؟ يا نهار، يعني هيفضل في الكومبونيشن وتجلط دموي؟ تجلط يا حاج، تجلط دموي على الشعيرات الدموية الخاصة بالذاكرة. شعيرات دموية؟ آه. يعني هيبقى أقرع ولا هيبقى إيه؟ فهمني. إحنا بعد العلاج إن شاء الله يدوب يا ما تدوبش. لا، مفيش حاجة اسمها ما تدوبش يا دكتور. ابنك تعبان يا حاج. لا مش تعبان يا دكتور. لا ابنك مجنون يا حاج. خف من بعد يا دكتور، مفيش حاجة اسمها الكلام ده. ابني مش مجنون. ابنك مجنون يا حاج، وأنا اللي عارف ده كويس واحتمال. ابني مش مجنون. ابني في منتهى العقل. بمئة ألف جنيه. ايه ده؟ انت جاي ترجيني في مكتبي؟ معاذ الله يا دكتور، خليهم 170 ألف جنيه. اقول ايه لزمايلي وتلامذتي واقراني؟ ايوه كده، 180 ألف جنيه. ومكانتي العلميه؟ 200 ألف جنيه. وضميري؟ 23 جنيه. لا لا يا حاج، لا يا حاج، لا لا لا، نص مليون جنيه. نص مليون جنيه، نص مليون جنيه، اعتبرهم تبرع مني للمستشفى اللي انت فيها. حلوه الصيغه دي؟ حلوه. ها، بس بشرط. اؤمر يا حاج. قرب ودانك وحواجبك واسمعني كويس. تعالى، شرط واحد بس اللي عايزه تكون حاطه في دماغك كويس. ابن كركر مفيش جنسي مخلوق على وجه البسيطة يعرف انه دخل مستشفى الامراض العقلية ولا عتب العتبة بتاعتها حتى. اتفقنا؟ الفلوس ضيعت مني ابني زي ما ضيعت قبلها اخواتي. كل شيء لازم يرجع زي ما كان. لازم يتمتع بكل قرش عملته طول حياتي. من بكرة هشتري أحسن فيلا فيك يا مصر. أحسن فيلا فيك يا مصر. اتفضل يا حاج الشاي. ما تعرفش يا ابني حد بيبيع فلل؟ فلل؟ آه. لا لا لا، ماليش في الكلام ده، أنا في سمصرة هناك. ربنا يخليك. مظبوط؟ إيه ده؟ إيه يا ابني القرف ده؟ إيه ده إيه ده إيه ده؟ الكوباية يا حاج في إيه؟ خد 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 يا ابني. خد يا حبيبي. إيه ده؟ الله يعمر بيتك. الله يكرمك، ده كتير قوي. ادعي لي يا ابني، ادعي لي. الله يعمر بيتك ويكرمك. ادعي لي انه يشفي لي ابني. اللهم يشفي له ابنه يا رب. الله يكرمك. خرجه من المستشفى. يا رب يا رب يخرج من المستشفى. هو انت مستعجل على ايه؟ مستعجل يا جرايه يا حاج. خدت فلوس عايز تمشي على طول. ايوه يا حاج.